السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا المرة اللي فاتت عند إبليس لما كان بيحاول يقنع آدم بأنه يأكل من الشجرة، واستغل طاعته لربنا وتعظيمه لله، وأقسم له بالله إن كلامه صحيح وإنه من الناصحين له. آدم عليه السلام بسبب فطرته السليمة لم يتصور أبدا إن في حد ممكن يقسم بالله كذب. إحنا ممكن نكون شفنا ناس بتحلف بالله كذب، فممكن نكون مش متصورين الموضوع قوي، لكن آدم شاف قدرة ربنا يا جماعة، شاف الجنة وشاف الملائكة، فازاي حد يقسم بالله العظيم ده كذب؟ حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن موضوع القسم بالله: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. عشان كده آدم صدق إبليس، وخصوصا إن إبليس قعد يزين لآدم المعصية ويغريه هو وحواء، واستغل إبليس طبيعة آدم البشرية من ضعف العزم والنسيان. فمع إلحاح إبليس وقسمه لآدم، نسى آدم العهد اللي بينه وبين ربنا إنه ما يأكلش من الشجرة، فأكل من الشجرة هو وحواء. قال الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وكانت حواء أول من أكلت من الشجرة، فأكل آدم منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. والمقصود بالخيانة هنا يا جماعة هو ميل المرأة لرغبة النفس، يعني النساء طبيعتهم إن العاطفة بتغلب عليهم، ولما نفسهم تشتهي شيء ويكون فيه أذى أو ضرر، فبتضغط عن الأذى ده في مقابل إنها تعمل اللي نفسها فيه. وده مش معناه هنا ان حواء وبناتها وحشين لا سمح الله، القصد ان الحديث يبين مدى تأثير النساء على الرجال، ومدى حب الرجال لهن والتأثر بهن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. يعني الرجل بينسى عقله احيانا بسبب افتتانه باحدى النساء، وكذلك الأبناء بالنسبة للآباء فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وده بيخلي على المرأة دور عظيم جدا إنها تكون رفيق صالح، لا يأمر إلا بكل خير ولا ينصح إلا بكل بر، وإنها لا تكون فتنة لغيرها. وكذلك لا تعصي الله لترضى زوجها ولا أحد من أبنائها. لازم تفهموا النقطة دي كويس، لأن في ناس وقع يا إما في الإفراط أو التفريط، يعني ناس بتنكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالص، وبتنكر اللي حصل وإن حواء ملهاش أي دور نهائي، وفي ناس تانية بتقول إن حواء هي السبب الرئيسي في خروج آدم عليه السلام من الجنة، وبينظروا للمرأة على إنها بلاء. فإحنا لازم يكون عندنا توازن بين الاتنين. هو ليه ربنا قال لآدم وحواء ما تقربوش من الشجرة، مع إن الحرام إنهم يأكلوا منها مش يقربوا؟ لأن الإنسان ضعيف، ولو قرب من المعصية هيعملها. عشان كده ربنا قال لنا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مش هيقول للإنسان اعمل الحرام على طول، هيمشي معاه بالتدريج، زي ما ربنا بيقول لنا ولا تقربوا الزنا، إن مينفعش رجل وامرأة يقعدوا مع بعض لوحدهم، ما ينفعش إن رجل يلمس امرأة لا تحل له، يجب على المسلم غض البصر عن المحرمات وهكذا. ودي حاجة اسمها سد الذرائع، يعني نقفل كل الأبواب اللي ممكن تؤدي بالإنسان للوقوع في المحرم. ومفيش دليل من القرآن ولا السنة على نوع الشجرة دي،
هل هي شجرة تفاح ولا شجرة ايه بالظبط؟ هي شجرة معينة وخلاص. فأول ما أكل من الشجرة ظهرت عورتهما البعض، يعني هما كانوا لابسين ملابس من الجنة، لكن لما أكل من الشجرة اختفت الملابس دي. وبعض أهل العلم قالوا إن جسمهم كان مغطي بالنور، فبعد ما ظهرت عورتهما المغلظة كل واحد جرى من التاني حياء، يعني كانوا مكسوفين من بعض. ودي فطرة البشر، الحياء كل واحد فيهم بقى يشد من وراء الشجر اللي في الجنة بيحاول يغطي نفسه. وهنا أدرك آدم عليه السلام إنه عصى أمر ربنا، وهم بيجروا ربنا نادى عليهم وقال لهم مش أنا قلتلكم متاكلوش من الشجرة وحذرتكم من الشيطان إنه هيستخدم كل الطرق والسبل عشان يجركم للمعصية؟ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هنا بقى كان رد فعل آدم عليه السلام إيه؟ على طول اعترف بذنبه وبكى واستغفر ربنا وتاب، بعكس إبليس اللي تعمد المعصية وقعد يبرر غلطه. خلينا نقرب المعنى. لو عندك طفل جايب لك كوباية عصير وبعدين راح ماسك الكوباية وموقعها في الأرض وسألته ليه حبيبي عملت كده؟ فرد عليك وقال لك أهو كده مزاجي كده، ده ممكن تعمل فيه إيه؟ لكن لو طفل تاني وقعت منه كوباية العصير غصب عنه وبعدين قعد يعتذر ويقول والله ما كانش قصدي ومش هعمل كده تاني وهاخد بالي أكيد رد الفعل هيختلف هنا. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. ربنا طرد إبليس من رحمته بسبب معصيته المتعمدة اللي كان أصلها الحسد والكبر في قلبه وإصراره عليهما. لكن الوضع اختلف مع آدم عليه السلام. آدم تاب واستغفر واعترف بذنبه، فتاب الله عليه ورزقه العمل بطاعته، وده دليل على أنه اصطفاه. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. وإحنا كذرية لآدم لازم نتبعه، لو عملنا ذنب على طول نتوب ونستغفر ونعمل صالحات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ما تعملش زي إبليس تتكبر على الحق وتقعد تبرر أصل الناس كلها كده، أصل الناس هتقول عليا إيه، أصل أنا مش مقتنعة، ما هو في شيوخ قالوا. يبقى نتوب ونستغفر على طول مهما كررنا الذنب أو مهما كان الذنب عظيم. لما عصى آدم عليه السلام ربنا أخرجه من الجنة وأنزله هو وحواء وإبليس للأرض. طيب دلوقتي ممكن حد يقول يعني إحنا نزلنا الأرض بسبب معصية أبونا آدم؟ طب إحنا ذنبنا إيه دلوقتي؟ والكلام ده فعلا قاله موسى لآدم عليه السلام. قال يا موسى أنت أبونا خيبتنا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. قال له آدم أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ يعني أنت بتلومني إن ربنا كان كاتب علي إني أخرج من الجنة وأنزل الأرض من قبل ما اتخلق أصلا؟ فاكرين لما قلنا إن ربنا قال للملائكة إن هيخلق خليفة في الأرض؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فمن الأول أصلا ربنا مقدر إن آدم وحواء هينزلوا الأرض عشان يعمروها، سواء كان السبب لخروجه من الجنة ونزوله للأرض معصية أو أي سبب تاني، كده كده هو نازل الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصواب أن الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم وزوجه هي الجنة التي وعد المتقون، لأن الله تعالى يقول لآدم
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. فالجنة هي جنة الخلد التي فيها السماء، فآدم عليه السلام أنزل إلى الأرض مع حواء ومعهم إبليس، ونزلوا آدم وحواء إلى الأرض ليعمروها مع ذريتهم، وإبليس مع ذريته ليكون اختبار لبني آدم. في هنا نقطة مهمة، وسط التقدم العلمي وكل شوية حد يتكلم عن الحياة على كواكب تانية، هل فعلا ممكن يكون في كوكب تاني البشر يقدروا يعيشوا عليه غير كوكب الأرض؟ لا يمكن، لأن ربنا قال فيها تحيون وفيها تموتون وفيها تموتون ومنها تخرجون ولكم في الأرض مستقر. يعني كل الحياة والاستقرار في الأرض مش في أي مكان تاني. هل ممكن الإنسان رجله تطق كوكب تاني؟ ممكن، لكن الاستقرار لا، بمعنى ان الناس يتوالدون ويكون الكوكب ده ليهم وطن يعيشون فيه زي الارض كده. مفيش الاستقرار ده غير في الارض، وده الفرق بين المسلم وغير المسلم. عرفنا ان حاجة مستحيلة تحصل فنصرف فيها الاموال ليه؟ نزل ادم عليه السلام الى الارض ومعه حواء. قال المفسرون ان ادم نزل في الهند وحواء نزلت في جدة، وهما الاتنين التقوا على جبل عرفات، لكن مفيش حديث صحيح بكده، هو اجتهاد من المفسرين. طبعا آدم كان يعلم كل حاجة، مش زي ما الملحدين بيقولوا ان الانسان اصله قرد وبعدين تطور، وان الانسان الاول كان بدائي ما يعرفش حتى الكلام. فآدم كان يعلم كل العلوم، وكل حاجة لها اسم كان آدم يعلمها. فمن البداية خالص كان الإنسان عنده المعرفة، وآدم عليه السلام علم أبنائه العلوم دي. إزاي بدأت ذرية آدم وإزاي تناسلوا بعد كده، وإيه اللي حصل مع قابيل وهابيل، وهل نجح إبليس تاني في غواية ذرية آدم؟ ده اللي هنعرفه الجزء الجاي إن شاء الله. انتهت الحلقة الثالثة من قصة سيدنا آدم. اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان تتابعوا باقي سلسلة قصص الأنبياء.